أكتر ناس بيتحملوا فوق طاقتهم وبيهتموا بالمظاهر وبيضغطوا على نفسهم مادياً ومعنوياً هم أبناء الطبقة المتوسطة واللي ما معهمش واللي لسه عندهم أهداف كتير ولسه ما خدوش فيها خطوة. تلاقيه طلع عينه في المصاريف ومضغوط جداً ولازم يشتري أحدث موبايل بالألوفات مؤلفة سواء قسط أو بالسلف ويضغط على نفسه أكتر. يدور دايماً على أغلى نوع تيشيرت والقميص علشان الماركة تظهر. بيشتري أغلى حاجة رغم إن قيمتها مش فيها ويسيب الحاجة العملية الأرخص بالرغم إنها على قد الإيد وهتأدي نفس الغرض. قيس ده كمان على اللي بيحصل في الاتفاقات بين اللي هيتجوزوا. حالتهم المادية بتبقى متوسطة لكن يعملوا فرح في مكان غالي جدا يمكن بمجموع مرتباتهم 6 سنين لقدام. كل ده علشان 2 ساعة زمن الناس هتقابل بعض فيهم ويسلموا على بعض. 5 أو 6 أوض هيتفرش بيهم الشقة رغم إن هم 2 بس اللي هيعيشوا فيها. انتريه وصالون وليفينج وأوضة أطفال وغيره ومطبخ بالشيء الفلاني وأجهزة كهربائية فيها حوالي 3 شاشات تلفزيون ومن كل حاجة 100 نوع بكميات مهولة. ونرجع بعد كده نقول الحلال بقى صعب والحرام أسهل. ما هو بإيدينا يا جماعة. لا عارفين يحوشوا علشان المظاهر اللي بيعملوها في حياتهم من أول الموبايل لحد اللبس والأكل والشرب لحد الجواز اللي بقى كله مغالاة. ونبص بقى على مين جاب ومين زاد وكأننا في ماتش هيفوز فيه اللي جاب أكتر. العيشة دي غلط في غلط. المثل اللي قال مد لحافك على قد رجليك ما كدبش. لو أنت دخلك متوسط ما تخليش المنظرة تقضي عليك وعلى حياتك. هات الموبايل اللي ماشي حالك لحد ما ربنا يكرمك. هات هدوم بالشكل اللي تحبه وخامته تكون كويسة بعيداً عن الأسماء والماركات. اعمل كل حاجة تريحك بس في المعقول. حاجة تقضي بها الغرض لحد ما ربنا يديك من حيث لا تحتسب. أما الجواز أنتوا الاتنين هتعيشوا مع بعض احتياجاتكم بسيطة ومعروفة. هاتوا اللي هتستخدموه بس ما تركنوش حاجة في المتحف اللي بيسمى بمتحف الزوجية. ولما ربنا يكرمكم ابقوا هاتوا اللي انتوا عايزينه واحدة واحدة. هاتوا كل الرفاهيات الزيادة وانتوا جوه البيت ساندين على بعض. لو عملنا كده الحلال هيبقى أسهل من الحرام والكل هيتجوز من بكرة الصبح. ترشيد الاستهلاك هو أسهل طريقة لمواجهة الحياة. إننا ما نجيبش حاجات عن الفايب بتاعنا ونرمي نصها ونرجع نشتكي. إن إحنا نجيب اللي على قدنا اللي يمشينا وينفعنا اللي هنستخدمه بس بدون ما نبص على المظاهر ولا الناس هتقول علينا إيه ولا نحط الناس في حساباتنا من الأساس. محدش هينفعك غير نفسك. بالله عليكم ارحموا نفسكم أكتر من كده. ربنا مسهلها علينا والله والحياة محتاجة تخطيط علشان نقدر نواجهها. محتاجة إن إحنا نقدر نفكر بالعقل. فهونوها على نفسكم وخلوا دايماً القاعدة دي في دماغكم إن لكل مقام مقال ولكل وقت أذان ولكل مرحلة لها أولوياتها وليها اللي يناسبها بدون البهرجة الكذابة. تعالوا نسمع رسالة. معلش أنا مش هقدر أقول اسمي لكن ممكن تقول لي يا أم عبد الله. أنا مطلقة وعندي 2 طفل عبدالله وملك. بقالي 2 سنين على الوضع ده. الوضع صعب فوق ما كنت متخيلة. أنا حاولت أرجع لأبو الولاد لكنه رفض وقال للناس اللي بعتهم إني بهدلته وإنه ياما نصحني وقال لي بلاش تسمعي لحد هيخربوا عليكي. وأنا للأسف كنت بسمع وكنت على طول بشتكي لأهله وكان كويس لكنه كان عصبي شوية. كان بيقول لي معلش استحمليني الدنيا صعبة واحنا الرجالة علينا أعباء كتير وأنا ما كنتش بسمع. ولما الوضع بقى صعب طلبت الطلاق أكتر من مرة. كان متمسك بيا في الأول وآخر ما زهق طلقني. المشكلة الأكبر إن كل اللي شجعوني على الطلاق مش لاقياهم دلوقتي. قالوا لي اتطلقي أنت بس واحنا هنجيب لك سيد سيده. غرقوني وسابوني لوحدي ماليش غير ربنا. أنا عايزة أوصل رسالة عن طريقك. عايزة أقول للبنات حافظوا على بيوتكم وما تسمعوش كلام حد كلهم بيهربوا بعد كده صدقوني.
بالرغم ان الطلاق حلال ربنا ومفيش خلاف على كده، لكن للاسف اوقات ناس كتير بتتخيل ان الطلاق نهايه للمشاكل، بالرغم ان اوقات بيكون بدايه المشاكل من نوع تاني خالص مش هيحسها غير اللي جربها وداق المر من وجعها. الطلاق بيبقى محترم لما الحياه بتبقى مستحيله، وكلمه مستحيله دي يعني مستحيله بكل ما تحمل الكلمه من معنى، يعني استنفذنا كل طاقتنا كل الفرص وما عادش في امل 1% ان الوضع يتحسن. لكن لما الطلاق يتم بتسرع وبظلم وبتدخل القريب والغريب، هنا الكارثه اللي بتحصل. والاخطر من كده التسخين، الزن على الودان، ولما تبقى المشاكل على المشاع وعلى علن، وكل من هب ودب بيدخل يدي نصايح، وفي النهايه اللي ايده في الميه عمره ما كان ولا هيكون زي اللي ايده في النار وحس بلسعتها وداق المر من وجعها. في حاجات الواحد عمره ما هيحسها الا لما يدوق الوجع النفسي بايده. فلما واحده تجيلك مقهوره وتترمي في حضنك وتشتكيلك من تصرفات جوزها، حاول تنقي كلامك وبلاش النصايح وجهات النظر اللي يجوز تناسب ظروفك انت وحياتك انت، لكن مش هتناسب طباعهم وعاداتهم في بيتهم. وما تنسيش انك بتسمعي من طرف واحد بس، فكلامك وحكمك على الامور غالبا هيكون غلط في غلط. وريت كمان بلاش الرياكشنات اللي من نوع هو معقول يعمل كده، لا 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 ده عيب وما يصحش، ده اكيد بني ادم مش طبيعي. النصايح الناقصه وردود الافعال اللا اراديه ممكن تخلي البيت نار جهنم، والست المجروحه بيكون قلبها مفتوح، بتكون في حاله من الضعف ما يعلمش بيها غير ربنا، بتكون خايفة ومتوترة، شايفة الدنيا طشاش، مش حاسة غير بسكاكين عمالة تنغص في قلبها، ضباب قدام عينيها مش عارفة تتصرف، بتتشعلق في حاجة تطمنها وأي كلمة تريح بالها. في الوقت ده ما بتبقاش محتاجة غير طبطبة، كلمتين حلوين يطفوا النار اللي جواها، يصبروا وجعها ويطيبوا خاطرها، كلام يبني وما يهدش، يداوي ويخفف الوجع، كلام يستر ويحميها من شر نفسها وشر الناس، كلام ينشف الدموع ويهدي الروح المكسورة، يشيل من القلب الوجع وما يزودش، كلام يعمر وما يخربش. في بيوت بتتهد وعيال بتضيع بسبب تدخل الناس، الناس اللي بيحكموا على الأمور من خلال أوجاعهم ومشاكلهم ووجهات نظرهم اللي يجوز تناسبهم هم وتجاربهم الشخصية. اسألوا محاكم الأسرة وشوفوا المعارك الزوجية اللي بتحصل، والعيال اللي بتتعصر في النص بسبب تدخل ناس ما عندهمش أي حكمة، بيبصوا للأمور من زاوية واحدة بس، يقولوا كلام يهد ويخرب، وفي آخر اليوم يروحوا يناموا في حضن عيالهم. فأرجوكم سيبوا النصايح لأهل الخبرة والعلم والحكمة، ومفيش أحسن من الكلام الطيب اللي بيطمن القلب ويطفي النار. لأن في حاجات لو جربت تعيشها لحظة والله هتعرف إنك ما تعرفش حاجة في قاموس الوجع. استنونا. دباديب ب7000 جنيه. في ست بتيجي تساعدنا في خدمة البيت كل أسبوع، دي شغلتها، ست على باب الله يعني، بتشقى وبتتعب وبتعرق مجهود بدني جبار، شاطرة جدا وكل يوم في بيت، وبتعمل ده كله علشان تجهز بنتها اللي هتتجوز كمان أيام. جت في يوم زعلانة وكانت متضايقة، سألتها مالك يا أم فلانة؟ قالت والله البت بتتجهز وطالعة عن عينيا في المصاريف. قلت لها الله يكون في عونك، أنا عارف والله الضغط اللي عليكي في الجوازة دي. وبعدين سألتها جبت كل حاجة ولا لسه؟ قالت لي خلصنا والله، فضل حاجات بسيطة حجزناها عند الراجل وهناخدها بعد بكرة، بس ربك يفكها ويبعت. سألتها طيب فضل إيه وبكام؟ قالت لي مفيش، حبة دباديب وبلاستيكات بحوالي 7000 جنيه. سكت وبصت لها باستغراب وسألتها دباديب وبلاستيكات ب7000 جنيه؟ الكلام ده بجد؟ قالت لي آه والله يا أستاذ الحاجات غليت، ولازم البنت تدخل زي بنت عمها، كانت جايبة عربية محملة دباديب وبلاستيكات وورد، وانا طبعا ما ينفعش اخسر بخاطر بنتي.
وبدأت طبعا تشرح لي عن أطباق البلاستيك بتاعت الغسيل والورد والدباديب، وإن الحاجات دي ضرورية ومهمة. ولما لقيتني متضايق من تصرف زي ده ضحكت وقالت لي: ده سلو بلدنا يا أستاذ، لكو أن تتخيلوا إن ست بتشقى وبتتعب وطلعان عينيها علشان في الآخر تمشي ورا العادات والتقاليد وتروح تجيب ب7000 جنيه حاجات ملهاش أي لازمة، دباديب وورد وغيره. طيب ده يعقل؟ واحدة شافت الذل في حياتها علشان تجمع قرشين وتروح تجيب بيهم دباديب وده بند واحد. طبعا كان ممكن أتكلم عن حاجات كتير حكتها لي، زي 35 طقم كوبايات ولا طقم الصين ب20,000 جنيه وغيره وغيره، ومستلفة وعاملة جمعيات وواخدة قروض ومديونة لطوب الأرض حرفيا. صدقوني يا جماعة مفيش أزمة، مفيش أزمة والله. الأزمة دي إحنا اللي عملناها في المشي ورا عادات وتقاليد خلت الناس تروح للحرام مع إن الحلال سهل. أنت متخيل إن واحدة مثلا معاها 10 قروش والجواز ممكن يتكلف 10 قروش دول لو هتجيب الحاجات اللي على قد الاستعمال، يعني اللي هو مثلا طقمين كوبايات وطقم معالق وشوك وطقمين أطباق مع تلاجة وبوتاجاز وتلفزيون، وكده يبقى تمام التمام وعشرة على عشرة. لكنها مش هتقدر تعمل كده، عارفين ليه؟ علشان المجتمع. المجتمع قال لها إنها لازم تجيب دباديب وورد وحاجات ملهاش أي لازمة لأنها مش أقل من بنت خالتها أو بنت عمها، والراجل برضو كذلك نفس الوضع. يا جماعة بالله عليكم هاتوا اللي على القد واطلبوا طلبات معقولة هتستخدموها وبس، بلاش منظرة كدابة، سهلوا الحلال وخلوا الناس تتجوز، ما تضغطوش على نفسكم ولا تضغطوا على ابن الحلال. كل الضغط ده هينعكس جوه البيت على حياتهم والخناقات اللي هتحصل وأحيانا السجن عند بعض الناس. طب وليه؟ ما من البداية الحل في إيدينا، بإيدينا نجيب الحاجات الضرورية على قد فلوسنا وهيتجوزوا برضو هيعيشوا مبسوطين، وبعد كده يبقى يزودوا ويجيبوا حاجة حاجة، بس يتحطوا على أول الطريق وربنا أكيد هيكون جنبهم ومعاهم بيرعاهم. فبالله عليكم بلاش تقعوا في الفخ ده، وخليكم لينين في طلباتكم، وعفوا بنتكم والشباب اللي عايز تتجوز، ده عند ربنا أعظم وأكبر بكتير جدا من نيش مقفول جواه حاجات ب100,000 جنيه وملهوش أي لازمة. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.